ممثلة مصرية شهيرة حجزت بموهبتها مكانا لها بين فنانات الصف الأول، عرفت بجمالها الفريد وأصبحت إحدى أجمل نجمات السينما المصرية. اقتحمت عالم الفن بسرعة وفتحت لها أبواب الشهرة والنجومية على مصراعيها، ورغم ذلك تركت كل شيء لتتفرغ لعائلتها. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الممثلة صفاء السبع. اسمها الكامل صفاء محمد السعيد مجاهد السبع، ولدت في 24 من شهر أكتوبر من عام 1957. تحمل نجمتنا الجنسية المصرية، ولا يعلم على وجه التحديد المدينة التي ولدت فيها. نشأت في عائلة فنية راقية، فوالدها الفنان القدير محمد السبع كان أحد أهم مؤسسي العمل الفني والإذاعي في مصر، وأصبح أحد أبرز فناني الزمن الجميل، وهو الذي غرس في قلبها عشقا منقطع النظير للفن والتمثيل، ومهد لها الطريق واسعا نحو الشهرة، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارها بدخول عالم النجومية منذ اللحظة الأولى. كان لدى صفاء 4 أشقاء، وكانت هي الأكبر بينهم. وبعد أن أكملت مراحلها الدراسية المختلفة، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه بدرجة البكالوريوس، ما أتاح لها البدء بتقديم الأعمال الفنية التي كانت تطمح لها. ظهرت نجمتنا للمرة الأولى من خلال مجموعة من السهرات التلفزيونية، نذكر منها أوتوستوب وحساب قديم وغيرهما، وقد أسهمت جميعها في تعرف الجمهور عليها، لتتوالى بعد ذلك أدوارها المتنوعة في مختلف المجالات الدرامية والسينمائية. كانت أول مشاركة درامية لها في مسلسل كيمو في أواخر السبعينيات، إلا أن تألقها الحقيقي ظهر في دورها الشهير في الجزء الثاني من مسلسل رأفة الهجان مع الفنان محمود عبد العزيز، حيث أدت شخصية الفتاة اليهودية التي تعمل مضيفة طيران وتسمى مونيكا، وقد حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وبات كثيرون ينادونها مونيكا دون اسمها الحقيقي لشدة تأثر الجمهور بهذه الشخصية، وقد أهالها هذا الدور لتصبح من ألمع النجمات في تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في العديد من المسلسلات الأخرى، لعل أبرزها الإنسان والمجهول، أبناء ولكن، وأريد حلا. لم يقتصر إبداع صفاء على الدراما، فقد قدمت الكثير من الأعمال السينمائية، نذكر منها بوابة إبليس، نص أرنب، سيدات آنساتي، بالإضافة إلى سواق الأوتوبيس مع الفنان الشهير عماد حمدي. بالمحصلة، فقد قدمت قرابة 50 عملا فنيا في مجالات التمثيل المختلفة، الأمر الذي جعلها من ممثلات الصف الأول الشابات في مصر خلال فترة 80ينيات و90ينيات القرن المنصرم. إلى جانب ذلك، تميزت بجمال لافت وملامح غربية رائعة لتصبح إحدى أجمل وجوه السينما على الساحة المصرية والعربية. تزوجت صفاء السبع من ضابط في الشرطة، لم يظهر معها على العلن في أي مناسبة، وقد رزقت منه بطفلة وحيدة أسمتها عبير. فور زواجها ارتدت نجمتنا الحجاب وأعلنت اعتزالها وتركت الفن، ما تسبب بصدمة كبيرة بين الجمهور الذي كان ينتظر منها المزيد من النجاحات، خاصة أنها كانت في ذروة عطائها وشهرتها.
كان مسلسل سنوات الغربة آخر ما قدمته من أعمال لتتفرغ بعدها لرعاية أسرتها وزوجها. وطيلة 20 عاما لم تظهر الفنانة إلا في مناسبات قليلة، كان أبرزها وفاة والدها في أبريل من عام 2007 بعد صراع مرير مع مرض السرطان. حيث رثته بكلمات مؤثرة في إحدى الصحف المحلية، واعتبرت أنه صاحب الفضل عليها في كل شيء، وأثنت عليه وعلى مسيرته الناجحة وطريقه الفني الملتزم، كما شكرته على تربيته الحسنة لها ولأشقائها. كذلك ظهرت في تجربة إذاعية قصيرة عام 2009، وذلك في مسلسل إذاعي حمل اسم عوام على بحر الهوى. وقد نشر لها الجمهور لاحقا عدة صور وهي ترتدي الحجاب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين بسبب التغير الحاصل في شكلها، وقد قارنوا بين ملامحها اليوم وملامحها حين كانت شابة قبل ربع قرن. وقد كشفت مصادر مقربة منها عدم نيتها العودة إلى الفن مرة أخرى رغم كثرة الأعمال التي تعرض عليها بين الفينة والأخرى. مؤخرا عاد اسم صفاء السبع للتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بعد غياب طويل، كما تصدرت عمليات البحث في محرك جوجل في مصر، وكان ذلك عقب انتشار خبر وفاة شقيقتها وفاء على إحدى الصفحات الرسمية، حيث عاد الجمهور لاستذكار تلك النجمة الجميلة التي تألقت وأبدعت ودخلت قلوب الجميع. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.